وهذا سائل يقول: هل قراءة دعاء ختم القرآن سنة أم واجب؟ دعاء ختم القرآن سنة، ما هو واجب، سنة. إذا أنهيت قراءة القرآن تدعو الله عز وجل، لأن هذا الموطن موطن إجابة بإذن الله عند ختم القرآن، فتدعو الله عز وجل. وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يختم القرآن يدعو إخوانه ويحضرون، ثم يدعو وهم يؤمنون على دعائه. نعم، لكنه ليس بواجب. نعم.